أصدقائي، كما ذكرت لكم الآن سننتقل إلى قسم القواعد في البحث الأخير، وهو بعنوان Adding Information، إضافة المعلومات باستخدام Relative and ING Clauses. إذا أصدقائي، قسمين في هذا النص أو في هذا البحث، يقسم إلى قسمين: بحث الـ Adding Information، إضافة المعلومات. بإمكاننا أن نضيف معلومات باستخدام الـ Relative Clauses، وهي العبارات الوصلية أو الجمل الوصلية، وبإمكاننا أيضا أن نستخدم الـ Adding Information، إضافة المعلومات، باستخدام الـ ING Clauses، أي العبارات الـ ING. وسنتعرف على القسمين إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. بداية، What is Relative Clause؟ ما هي العبارة الوصلية؟ ما هو تعريف العبارة الوصلية؟ وما هو شكل العبارة الوصلية؟ إذا Relative Clauses، أعرفها لكم. Relative Clauses are clauses starting with the relative pronouns who, that, which, whose, where, when. إذا العبارات الوصلية هي عبارات دائما ما تبدأ بضمير وصلي. دائما إذا العبارة الوصلية يطلق عليها عبارة وصلية، إذا في عندما تبدأ ب relative pronoun بضمير وصلي. ضمائر الوصل هي who, that, which, whose, where, when. سأشرحها لكم بالتفصيل إن شاء الله بعد قليل. إذا they are most often used to define or identify the noun that precedes them. إذا غالبا ما تستخدم، مين هي التي تستخدم العبارة الوصلية؟ إذا غالبا ما تستخدم للتعريف بالاسم الذي إذا الذي يسبقها. إذا تستخدم للتعريف بالاسم الذي يسبقها، وبالتأكيد هنا نتحدث عن ضمائر الوصل تعرف بالاسم الذي سبقها. إذا هذه هي Relative Clauses، العبارات الوصلية. مثال example: Do you know the girl؟ هل تعرف الفتاة؟ Who التي، لاحظوا أصدقائي لهذه العبارة الوصلية، Who started in grade 7 last week. إذا معنى الجملة: هل تعرف تلك الفتاة التي بدأت في الصف السابع الأسبوع الماضي؟ فهنا أصدقائي بالنسبة للعبارة الوصلية هي Who started in grade 7 last week، وبدأت ب الضمير الوصلي وهو هو. وهو هي عرفت عن من؟ عن الجار، عن العاقل. وبالتالي أنا استخدمت، بما أن الجار العاقل فتاة، استخدمت هنا ضمير وصلي في العبارة الوصلية وهو هو التي. الآن إذا Relative Clauses، العبارات الوصلية، كيف سنستخدمها نحن في التمارين الموجودة لدينا؟ إذا تستخدم العبارات الوصلية بدلا من استخدام عدة جمل قصيرة، حيث يمكننا إضافة معلومات إضافية لجمل معينة. كيف يعني هذا الكلام؟ إذا أنا عندي جملتين أريد أن أجمعهما في جملة واحدة باستخدام عبارة وصلية، باستخدام relative clause، تمام؟ يعني باستخدام ضمير وصلي، خلينا نقول كضمائر الوصل التي قمنا بذكرها سابقا. ماذا سأفعل؟ إذا لاحظوا المثال الآتي: She could beat adults in memory games. She could beat adults in memory games. هذه جملة منفصلة. الجملة اللي بعدها: The memory games involved numbers. لاحظوا The memory games involved numbers. إذا هي استطاعت أن تهزم البالغين في ألعاب الذاكرة. The memory games، ألعاب الذاكرة، involved numbers، تضمنت numbers، أرقام. أنا أريد أن أجمع هذه الجمعتين الجملتين بجملة واحدة باستخدام عبارة وصلية، باستخدام ضمير وصلي. الآن ما سأفعله؟ الجملة الأولى أكتبها كما هي: She could beat adults in memory games، كما هي تماما.
الآن التغيير إلى الجملة في الجملة الثانية، فأقوم بحذف الفاعل في الجملة الثانية وأستبدله بالضمير الوصل المناسب. لاحظوا كيف ستصبح هذه الجملة. إذا هذا هو الفاعل المكرر في الجملة الثانية، وهو the memory games. تمام؟ لاحظوا the memory games هو فاعل مكرر في الجملة الثانية، فسأقوم بحذف هذا الفاعل المكرر وأستبدله ب relative pronoun بضمير وصل مناسب، فتصبح الجملة على الشكل الآتي: She could beat adults in memory games which involved numbers. أصدقائي حذفت الفاعل the memory games، حذفته تماما واستبدلته، طبعا ألعاب الحاسوب هي شيء غير عاقل، استبدلته بالضمير الوصلي which relative pronoun which. لو كان مثلا عاقل إنسان لاستبدلته به، تمام؟ لو كان مكان استبدلته بوير، لو كان زمان استبدلته بوين، لكن هنا بما أنه غير عاقل إذا استبدلته بالضمير الوصلي which. إذا الجملة she could، لاحظوا الجملة الأولى لم يقرأ عليها أي تغيير، she could beat adults in memory games نفسها. الفاعل في الجملة الثانية حذفته واستبدلته بالضمير الوصلي المناسب له which involved numbers، والتي تضمنت أرقام. إذا أصدقائي عند استخدام العبارة الوصلية، إذا نترجم الكلام الذي تكلمناه بشكل شفهي إلى كلام مكتوب، عند استخدام العبارة الوصلية نحذف النقطة بين الجملتين، ثم نحذف، إذا في نقطة بين الجملتين كما لاحظتم، نحذف هذه النقطة ثم نحذف الفاعل في الجملة. المثال الآتي: He received coaching from Kasparov. أصدقائي هذا المثال من التمرين الثاني من page 97 في الصفحة 97 من التمرين رقم 2. إذا he received coaching from Kasparov، تلقى تدريبه من كاسباروف. الجملة الثانية: Kasparov is one of the greatest chess players and geniuses of all time. Kasparov هو أحد أمهر أو أفضل اللاعبي أو أعظم لاعبي والعباقرة في of all time، في كل الأوقات. أنا الآن سأجمع هاتين الجملتين باستخدام عبارة أو باستخدام ضمير وصلي، سيصبح اسمها relative clause، عبارة وصلية. نعم فاطمة تفضلي، كيف راح يتم هذا الأمر؟ أول الجملة الأولى بتضل على حالها، نحذف النقطة بقيت، نحذف النقطة ونضع الضمير المناسب هو لأنه هون عنا عاقل. ممتاز. ونحذف كاسباروف ونضع بقيه الجمله من عند إز، من كملها لبقيه الجمله كلها. رائع، اذا ممتاز جدا، احسنتي. اذا حذفنا النقطه ومن ثم حذفنا الفاعل المكرر في الجمله الثانيه واستبدلناه بالضمير الوصلي المناسب له. كاسباروف انسان عاقل، يعني استبدلناه بالضمير الوصلي هو، فاصبحت الريليتيف كلوز على شكل اتي: He received coaching from Kasparov who is one of the greatest chess players and geniuses of all time. والذي، انا بدل ما اكرر الفاعل يعني من اجل عدم تكرار الفاعل مره اخرى، فهون استخدمنا هذه العباره الوصليه. اذا تلقى تدريبه من كاسباروف والذي يعتبر احد اعظم لاعبي الشطرنج. اما في الجمله الاولى تلقى تدريبه من كاسباروف، كاسباروف يعتبر لاعب، كررت الاسم انا مره اخرى، اما هنا انا استبدلته بضمير وصلي مناسب الذي يعتبر هو is one of the greatest chess players. إذا بهذا الشكل أصدقائي نستخدم العبارة الوصلية ونجمع جملتين باستخدام عبارة وصلية.